المسألة بتاعت حضرتك يا دكتور نعمات ومسألة ايه اللي خلاكي خدتي قرار تقومي بفكرة ان انا عايز اعلم الناس لغة الاشارة وازاي نقدر نتعامل مع الصم والبكم وازاي اخواتنا الصم والبكم يتعاملوا معانا، وتقطعي مشوار طويل ومنهك ومتعب ليه؟ في الأول خالص نبدأها من الأول. أنا مدرسة وصلت إن أنا دلوقتي أنا معلم خبير على درجة مدير عام ما شاء الله، ومتخصصة سمعي، يعني في الفصل أنا مدرسة سمعي متخصص، بقوم على شغلي على أكمل وجه ويشهد لي الجميع في التربية والتعليم ما شاء الله، وعندي شهادات تقدير كتيرة جدا من ده. دخولي المجال كان قرب لبيتي، يعني أنا كنت في التعليم العام قعدت 3 سنين وبعدين حبيت أنقل عشان قربي للبيت، فودوني مدارس الصم فقضيت فيها 33 سنة في الصم، كان قبلها 3 سنين في مدارس التعليم العام، ولما دخلت ما عرفتش أتعامل، كل يوم أروح معيطة أنا مش عارفة، أنا واحدة بتتكلم في مجتمع ما بيتكلمش فعيط، فأسمع من ده ومن ده، يا نعمات اعملي الإشارة دي كذا، الإشارة دي كذا، فعملها البنات الصم يبصوا لي ويقولوا لي عيب عيب، ايه الإشارة دي؟ اوعي تقوليها، الإشارة دي عيب خالص، اوعي دي غلط. مرة على مرة خدوني في أوضة وقفلوا عليا البنات دول وقالوا لي بصي احنا هنعلمك الإشارة، الكلام ده من 33 سنة،